السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم السمن بثلاثة الأنواع ديال الدقيق اللي كيجي مورق وكيجي رائع بزاف وبدون مجهود. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة للجميع. ولا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة، ما تنسيش تابوناي وتفعل الجرس باش هكا يوصلك ديما الجديد. وهنا غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذوها هما المقادير ديال هذا المسمن. هذا غادي نحتاجو الدقيق ديال القمح والدقيق الابيض والدقيق الفينو، جوج المعالق صغار ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، والكميه من خميره ديال الخميره الفوريه غادي نوريها لكم ملي غتشوفوني غنخلط المكونات ديالنا، والماء دافي. وهنا غادي نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا البنات، انا غادي ناخذ غير زلافه من هذا الدقيق. هذا كيف ما كتشوفوا غادي نعبرها قدامكم. وهنا كيف ما كتشوفوا انا غادي ناخذ الكميه ديال الزلافه من كل نوع من الدقيق. انا اكتفيت غير بزلافه وغتخرج ليا 9 ديال المسمنات، وانتم كيبقى على حسب الافراد العائله ديالكم، غير هي غتاخذوا نفس الكميه من كل نوع من الدقيق. وهنا كيف ما كتشوفوا الكميه اللي غادي ناخذ ديال الخميره الفوريه، غناخذوا رشه ما بين الاصابع ديالنا، يعني غنهزوا رشيشه كيف ما قلت لكم رشيشه، يعني ما تكثروش عليها لا اقل ولا اكثر، غير باش كتعطينا واحد توريقه في الملوي ديالنا او المسمن. والدقيقه البنات راه مغربل من قبل. هنا من بعد ما خلطنا النواشف مع بعضياتهم، هنا غادي نبداو نجمعوا العجينه بالمدافي، حيت الحال بارد دابا ضروري نستعملوا المدافي. غنجمعوا العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه تلتصق لنا بالايادي، المهم العجينه المسمن كتكون مرطبه ما قاصحه. صافي، من بعد ملي غادي نجمعوا العجينه ديالتنا غادي ندلكوها لواحد المده ديال 10 ديال الدقائق. نسرحوا الكتيفات ديالنا مزيان، ندلكوها ونغطيوها لواحد المده ديال 15 دقيقه ونرجعوا باش نشكلوا الكويرات ديالنا. كما كتشوفوا البنات، من بعد المرة ديال 15 دقيقة بعد ما ارتحنا من العجينة ديالتنا، هنا غادي ناخدو الزيت اللي غادي نشكلو به كويرات. نديرهم على هاد القياس هذا، نتوما لكم الاختيار، يمكن لكم ديروهم صغار يمكن لكم ديروهم كبار. ايوا ما يكونوا متساويين قد. هنا كيف ما كتشوفوا انا كناخذ العجينه من الجوانب ديالها. من الاحسن البنات تستعملوا هذه الطريقه باش ما كنبقاوش نحيدو كنرجعوا داك الطريف حتى كنجمعوهم في الاخر. في الاخر ملي كنكونوا كنطلقوا العجينه كتبقى تقطع لينا. هنايا غادي ناخذوهم وغادي ندهنوهم بشويه ديال الزيت وغادي نغطيوهم بلاستيكه ونخليهم على جانب واحد المده ديال 10 دقائق باش ملي نكون كنطلقوها كنلقاو العجينه يعني ترخات وتعطينا الطوع اننا نطلقوهم. صافي، هنا خديت واحد الزبده اللي ذوبتها من قبل، واحد الكميه ديال الزبده،
والزيت والسميده درتها بالنسبه عفوا بالنسبه لديك القرعه، كندير فيها السميده ولويت على داك البابيل. غير ملي ملي كنكونوا كنطلقوا الملوي ضروري كناخذوا شويه ديال الزبده دايبه وشويه ديال الزيت، ما بقاوش نهزوا السميده وتفزق لنا السميده، ويعني كترول لنا سطح العمل. من الاحسن نستعملوا هذه الطريقه ماشي كتاويل، غير بالنسبه يعني الانسان اللي كان كيدير واحد الحاجه يعني يديرها بالتاويل صافي. وغادي نستمر بهذه الطريقه. انا كنطلق غير وحده، ما كنديرش وحده وسط وحده، غادي نديرو غير وحده صافي. وغادي نديروها على شكل مربع ونكملوا الكويرات ديالنا كاملين. اون فوا غادي نساليو من التشكيل ديال الكويرات ديالنا على شكل مربعات، غادي ندوزو للطياب ديالو. هنا غادي نبداو بالطياب ديال المسمن ديالنا. هنا خديت اول مسمنه اللي كتكون طلقت لينا. هنا غادي ناخذ هذه المقله ديال الضوء، انا ديجا قبل درتها قبل ما نبدا نشكل في المسمن ديالي درتها تسخن. بالنسبه للبنات اللي ما توفرتش عندهم، انا حيت عندي في الدار وكنخبز بها ديما، يعني غادي ديروها في المقله او الفراح اللي كتخبزوا فيه المسمن صافي. كنبدا نحط المسمنه، كنحطها غير واحد المده ديال دقيقه وكنقلبها صافي. وكنستمر بهذه الطريقه هذه صافي. ملي كنقلبها كنبقى ندورها بهذا الشكل هذا، كنبقى مقابل للمسمن ديالنا صافي باش ما كيتحرقش لينا. وان فوا كنبقاو ندوروه يعني باش كيطيب من الجوانب كاملين. غادي نستمر بهذه الطريقه ونتلقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. صراحه كيجي رائع وكيجي مورق، ويمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجه، ديروه في منديل وفي بلاستيكه، والوقت اللي بغيتوا تجبدوه الكوتي او الفطور تسخنوه، او جاو عندكم ضياف ديال الغفله كيف ما كنقولوا، يعني تكونوا محتفظين به في الثلاجه، غير كتجبدوه كتسخنوه تقولوا بحال يلا طيبتوه. وبالنسبه للبنات اللي اول مره يجربوا المسمن، على ضمانتي راه كيجي رائع بزاف وكيجي مورق. كنتمنى من هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي وصلوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو، تنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وشكرا على لي لايك ديالكم والكومونتيرات اللي ديما كتشجعوني بهم. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، ولعجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساونيش من لايك من الكومونتير الزوين. وبسلام عليكم، تلقوا فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.